نعم، ديمتري ميدفيديف وضع مجموعة من الشروط وقال أنها مهمة جدا لتحقيق السلام وإحلاله في أوكرانيا. ما هي هذه الشروط وما أهميتها بالنسبة لكلا الطرفين؟ ظني أن ميدفيديف في الفترة يعني أثناء فترة الحرب وحتى هذه اللحظة هو يعبر عن تصريحات تخصه أكثر منها تعبر عن يعني الحالة السياسية الروسية أو صاحب القرار الروسي. ميدفيديف يطلق تهديدات جوفاء، يطلق تهديدات باستخدام السلاح النووي، الآن يعتبر نفسه وكأنه منظرا لأي حالة مفاوضات. أعتقد أن ميدفيديف خطابه لا يعبر بشكل مباشر ورئيسي عن المفاوض الروسي وعن صاحب القرار الروسي، ولكنه يستفاد منه من باب أن يكون هناك نوع من يعني رفع من مستوى المطالب أكثر منه من أن يكون حقيقة مطلبية لتمثل الجانب الروسي. بالنتيجة ميدفيديف يعتبر أن ما خلصت إليه روسيا من ضم لأقاليم واحتلالها لهذه الأراضي أن هذا الأمر لا يمكن التفاوض عنه، وأن هذه يعني هذه الأمور باتت خلف يعني العملية التفاوضية. من جانب آخر يعتبر ميدفيديف أن يعني حالة القرم لا يمكن التكلم بها إطلاقا، سيما وإذا علمنا أن حتى هذه اللحظة أن القانون الدولي والدول التي حضرت اجتماع جدة ركزت على أنها لا تتعارض، يجب أن لا تتعارض مخرجات المفاوضات مع القانون الدولي، مع يعني الحدود الدولية المعترف بها، مع الاعتراف بالسيادة وحرية الأراضي الأوكرانية واحترام مبدأ أن تكون الدولة الأوكرانية تفرض سيادتها على كافة الدول. إذا بالنتيجة هناك أزمة قانونية لدى الجانب الروسي لا يعترف بها أحد، وهي ضمها لأقاليم غير معترف بها وهي أقاليم محتلة وتعبر وهي جزء من الأراضي الأوكرانية المعترف بها على مستوى الخرائط في الأمم المتحدة والمعترف بها يعني باتفاقية الاعتراف بأوكرانيا عام 1991. بالنتيجة روسيا وأوكرانيا أساس الحل السياسي، يجب أن يحترم كل دولة حدودها مع الدول الأخرى، سيما إذا علمنا أنه لا يوجد في السابق أي مناكفات على مستوى الحدود، لم نسمع ولم يكن هناك أي دعوة مقدمة من الجانب الروسي على أن هناك خلاف حول طبيعة الحدود ما بين روسيا وأوكرانيا حتى عام 2013. إذا بالنتيجة روسيا اعترفت في أوكرانيا من عام 1991 وحتى عام 2013، وروسيا دولة أساس وعضو رئيسي في مجموعة الخمسة الكبار الذين يتمتعون بحق الفيتو، لم تعبر يوما ما أن هناك مشكلة أو أزمة حدود بينها وبين أوكرانيا. الآن عندما تعتدي روسيا وتحتل جزء من الأراضي الأوكرانية وتضمها بدون أي وجه حق إلى الأراضي الروسية، يعني لأنها تخالف القانون الدولي، وهذا ما صرح عنه المجتمعون، ولكن بشكل أنهم يؤيدون ويعترفون بسيادة الدولة الأوكرانية على حدودها المعترف بها منذ عام 1991. نعم، ذكرت سيد ياسر أن ديمتري ميدفيديف مؤخراً التصريحات التي تصدر منه تعبر عنه شخصيا، ولكن هناك تصريح له ذكره في ختام بيانه وهو تصريح مثير للجدل فعلا. قال: لا حاجة لنا حاليا للتفاوض أو للمفاوضات، وعلى العدو أن يزحف على ركبته متوسلا للرحمة. هل هذا يعبر عن قوة روسيا أم أنه لا يعترف بمخرجات هذا الاجتماع؟ أنا أرى يعني حقيقة أن مثل هذا التصريح لا يمت إلى الدبلوماسية أو السياسة بصلة. ميدفيديف من شأنه أن يرفع من وتيرة كما ذكرت التصريحات، لطالما سمعنا أن هناك قنابل يعني أو أسلحة نووية أو أسلحة تكتيكية نووية أطلقها جزافا ميدفيديف هذا بأنه سيكون هناك رد كبير من روسيا عندما يكون هناك أي اختراق للأراضي الروسية. سمعنا الكثير من الاختراقات، وباتت موسكو مهددة ما بين الأسبوع والآخر بأكثر من طيارة بدون طيار، علما وأن أيضا هناك مرفأ لروسيا بالمنطقة الشرقية للبحر الأسود يتم استهدافه وتشكيل خطر عليه، وهو من الأراضي الروسية وليس من أراضي شبه جزيرة القرم. ماذا عن هذه التهديدات الجوفاء؟ حتى هذه اللحظة لا أحد يلقي بالا لتصريحات ميدفيديف كما ذكرت، وأعتقد أن مثل هذه التصريحات لا تعبر عن خبرة سياسية، وإنما تعبر كما ذكرت عن مجرد يعني تطبيل أو يعني للموقف الروسي، وأن روسيا دولة عظمى. لو كانت روسيا كما قال لما اعتدت
ولا ما خافت ولا ما خشيت من دولة بسيطة مثل أوكرانيا أن يكون هناك مشكلة لها مع روسيا التي هي يعني تمثل يعني 20 ضعف من مساحة أوكرانيا وأيضا بتعداد السكاني. إذا أوكرانيا لم ولن تشكل أي خطرا لروسيا، روسيا هي التي افتعلت مثل هذا الأمر. وتصريحات ميدفيديف الآن يريد أن يقول أن روسيا لا تزال دولة كبيرة وعظيمة. أعتقد أن كسرت هيبة روسيا على مستوى السلاح وعلى مستوى التكنولوجيا وأيضا على مستوى إمكانية حفاظ على وحدة أراضيها وعلى أن لا يكون هناك أي اعتداء على أراضيها. أعتقد أن العقيدة القتالية لدى الجيش الروسي ضربت بمقتل، وحتى هذه اللحظة نسمع فقط مجرد تهديدات ولن نسمع أي نتائج لهذه التهديدات ولا يوجد أي حقائق على أرض الواقع.